نروح مع حضراتكم لأخبار القلعة البيضاء نادي الزمالك. بعد أن باء عن توقيعه للأهلي والانضمام للنادي في نهاية الموسم، نفى إمام عاشور لاعب نادي الزمالك على هامش زيارته لتدريب الفريق أمس بميت عقبة ما تردد عن انتقاله لصفوف الأهلي في الفترة المقبلة. أكد إمام عاشور لاعب الزمالك أنه لم يتفق مع مسؤولي النادي الأهلي على اللعب للنادي الأحمر في الفترة الماضية. شدد عاشور على أنه في حالة عودته في مصر الأولوية هتكون لنادي الزمالك. من الصعب أنه ينسى فضل الزمالك عليه. الحقيقة أنه شفنا حالة من الإثارة والأنباء اللي ترددت بشكل كبير جدا جدا عن رحيله في نهاية الموسم، وأكد المسؤولين أنه طبعا يعني ما فيش أي كلام بخصوص هذه الأمور داخل نادي الزمالك، ولكن كل مواقع التواصل الاجتماعي تحدثت عن إمام عاشور، تحدثت عن قد إمام عاشور زملكاوي من صغره، طبعا سواء بنتكلم عن عائلته بشكل عام زملكاوية، زوجته وأهلها، كل التفاصيل دي بيقولوا ان هو راجل متربي في نادي الزمالك، يعني حتى لو هو مش ابن من ابناء نادي الزمالك ولكن بيعشقه، وهو مش هيلعب في مصر الا لنادي الزمالك.